بطاطس يا احمد، مفيش مفيش بطاطس يا احمد، ولا حتى بيض ولا بطاطس. يلا يا بعد العيد بقى الناس كانت لحمه والقصه دي، فقوم على الفول تاني. وما كنتش عامل حساب بقى على اللي هو في اخبار كده على الفول كتير، يعني كل الناس خلصوا، ما في حد بيستغنى عن الفول، مفيش حد بيستغنى عنه. خلاص.